كتير عجينة القطايف بطريقة كتير كتير سهلة وبسيطة وناجحة إن شاء الله 100%. قطايف كتير كتير رائعين وطيبين وبعجينة كتير سهلة بهيدا الشكل اللي بشاهد اللي شايفينه. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوب ونص طحين نحطهم بالجات، نضيف ملعقتين كبار سكر، حطينا ملعقتين طعم سكر، ملعقتين طعم نشا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح كتير صغيرة، نخلطهم مع بعض. وبضيف عليهم مي فاتر. كوب. ونص. حطينا كوب ونص مي فاترة. اذا بدنا بعد منزيد شوي شوي مي عشان ما يطلعوا معنا كتير رخوين. بس صار الخليط عنا بهيدا القوام، هلا بدي غطيهم بنايلو وبتركهم يرتاحوا 10 دقايق. حطهم بمكان دافي حوالي 10 دقايق. هيدي العجينة بعد ما ريحناها هلا ببلش بعمل القطايف. بس حمية المقلاية عنا منيح، هلأ بدنا نبلش بالقطايف. هيدا لون القطايف، واو لون كتير حلو. كمان نفس الشي فينا نعمل الحجم اللي منا اياه، فينا نقلي منهم وكمان نعمل قطايف عصافيري، قطايف حجم صغير. كمان نفس الشي شايفين منا شكل روعة، نحطها بالصحن. الغاز عندي على درجة حرارة مش وسط، اكتر من الوسط. مثلا انا عندي الغاز درجة الحرارة في اعلى شي على 6، حطيته على 4. تتأكدوا من المقلاية تكون مقلاية ما بتلزق عشان تنجح معكم العجينة، عجينة القطايف، وما بحاجة انه تدهنوها زيت او زبدي او اي شيء. بس تتأكدوا العجينة المقلية ما بتلزق، القطايف بتنجح وما بحاجة ندهنها باي شيء. القشطة رح حط لكم رابط القشطة اخر الفيديو كيف عملت الطريقة. وهلأ بنرجع بنعمل كمان القطر. اذا بدنا نعمل حجم اكبر منجيب شيء اكبر من هيدي الملعقة. هيدي القطايف حجمها اكبر من هوليكي. بدنا نشوف مع بعض الفطيرة اللي حجمها اكبر كيف بتطلع معنا. هيدا الشكل واللون. بس نشيل القطايف من المقلاية دغري بنحطهم على قماشي عمنشفي او عقماشي قطن.
هول القطايف اللي عملناهن، هيدا الشكل، هول الحجم الكبير وهول الحجم الصغير. هيدي الكمية طلعت عنا كمية كتير حلوة ورائعة، من كوب ونص طحين. هيدا اللون كمان، شايفين شكلها كتير رائع. هلا بدي احشيهم انا وياكم. عنا هون يجون نعمهم شوي، نعمنا جوزات شي بسيط. هلا بحطهم بالكاسة بحط ملعقة صغيرة سكر، ما زهر، حطينا ملعقة ونص ما زهر. حركن. هلا بحشي القطايف بالجوز، بحط جوز شي خفيف وبسكرها منيح. كمان اذا حبيتوا بتحشوا قشطة وبتقلوها. هيدا شكل، صاروا جاهزين للقلي. بكفي حشي هولي وبرجع بقليهن انا وياكن. بدنا نعمل مع بعض القطر. بحط سكر كوب، اثنين، ثلاثة، هيدا الكوب اللي عم عير فيه القطر. هيدا ثالث كوب، حطينا ثلاث اكواب سكر. بنفس الكوب كمان بحط المي، كوب، اثنين، كوبين مي. حط عصير حامض، ملعقة، اثنين، ملعقتين طعام حامض. كمان بحط حوالي ملعقة طعام مزهر. بحركن شوي مع بعض. هلا بتركن حوالي 9 دقايق. بعد مرور 9 دقايق بتأكد من القطر إذا صار جاهز. بعمل على الملعقة بهيدا الشكل، نقط نقطة بالصحن، بتركها تبرد. بس تبرد إذا عملتها هيك ودبقت، هي عم بتدبق بهيدا الشكل، بتلزق الملعقة بالصحن، يعني صار القطر عنا جاهز. منطفي الغاز، بس حم الزيت عنا دغري منبلش بالقلي. نقلبن. هلا بحطهم بالقطر دغري، بنصفيهم من الزيت شوي ودغري على القطر. بكفي قلي الباقيين وبرجع بكفي حشي القشطة انا وياكن. هول القطايف اللي قليتن فيهن قرشة خفيفة، سامعين؟ كتير طيبين. هلا بدي احشي القشطة. بدنا نحشي بالقشطة كمان. طريقة القشطة رح احطلكن اياها بالرابط اخر الفيديو. عمليتها صرت عدة مرات للقشطة، وبغطهم بالفستق الحلبي بهيدا الشكل. بهيدا الشكل بحط قشطة
وبغطى بالفستق، شكل كتير بشهي. بنحطها بوعاء. رح اعمل الباقيين بنرجع بنكفي انا وياكم. قطايفة بقشطة، قطايفة بشوكولا، وشوية عملت قطايف مقلية بجوز. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.